اوعي ايدك يا فندم، والله العظيم تنزل، اوعي ايدك. ايه ده؟ انا وعدت عليك انت مش هتنزل، يعني مش هتنزل. والله همشي. ايه ده؟ ما انتش خالص. ها؟ انت بتقفلي قدام الباب كده ليه؟ على فكره انا ممكن انزل من الشباك عادي. وانت ما تنزلش ايدك. الله، ما انا قلت لك الهرب على النهارده. انت بقى اللي بتتلكك عشان عاوز تنزل، صح؟ بتلكك؟ ايه بتلكك دي يا فرح؟ في ايه؟ ايوه بتتلكك عشان اتحركت النهارده الصبح من ورايا وانا عديتها لك. يعني انت عايزاني اشوف ماما في مصيبه وافضل قاعد في البيت زي الستات؟ اوعي ايدك. ومالهم الستات بقى ان شاء الله؟ لا فرح والنبي ما تعمليش الحرج، ما انا عفريت الدنيا بتتنطط قدامي دلوقتي. مفيش خروج؟ يعني مفيش خروج من الاخر كده. على فكره فرح هو عنده حق، هو لازم يروح يطنط عهد، يعني مش هقعد لوحده. بس بس هي بتتصل. ايه يا ماما؟ طب خلي فرح تسيبني انزل عشان اجي لك. لا خالك معايا وجالي وطمني، هنرجع البيت بعد شويه. طب خليها تسيبني يا ماما اخرج، خليها تيجي معايا حتى لو يعني خايفه من اي حاجه. لا مفيش اي حاجة، انا جاية على البيت دلوقتي. خلاص بقى، يلا مع السلامة. سلام سلام. انا مش شايف توقفين بتبصولي كده ليه؟ ايه القرف ده؟ والله انت رايح فين؟ رايح الحمام. انا شك فيها على فكرة. انا لو مني تطلعي لحسن يوتي من البلكونة بصراحة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.